تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الدفاع وقائد الفرقة المدرعة التاسعة، كرمت لجنة متابعة شؤون الشهداء والجرحى في الفرقة المدرعة التاسعة مجموعة من أبناء الشهداء بدرع الأبطال وبعض الهدايا العينية، عرفانا وتثمينا لما قدمه آبائهم الأبطال من بطولات وتضحيات كبيرة من أجل الوطن الغالي، أمام تلاميذ مدرستي الشريف الرضي الابتدائية والشهيد علي محيسن الابتدائية المختلطة في قضائي الشطرة وسوق الشيوخ بمحافظة ذيقار. لجنة متابعة شؤون الشهداء والجرحى الفرقة المدرعة التاسعة درع الأبطال ذوي الشهيد بما قدموه والدكم التضحية. تنفيذا للتوجيهات السيد قائد الفرقة المدرعة التاسعة الفريق الركن قاسم جاسم نزال المالكي والسيد نائب قائد الفرقة المدرعة التاسعة العميد الركن وليد خليفة مجيد التميمي تزور لجنة متابعة شؤون الشهداء والجرحى الفرقة المدرعة التاسعة لعوائل الشهداء وتقديم لهم الدافع المعنوي وإكمال مستحقاتهم القانونية. إدارات المدارس بدورها عبرت عن اعتزازها وتقديرها العالي لمبادرة وزارة الدفاع والفرقة المدرعة التاسعة واهتمامها الكبير بذوي الشهداء ومنهم طلبة المدارس. تقدم إدارة مدرسة الشهيد علي محيسن حمود كل الامتنان والفناء لحضوركم إلى مدرستنا من أجل أولاد الشهيد ماجد حميد، فنقدم امتنانا للفرقة التاسعة من إعلام وزارة الدفاع لشؤون الشهداء والجرحى.